مدحت كل الايس كريم. ايه ده؟ انت مين علاء؟ انت اللي مين؟ ده بيتنا وانت لابس بيجامة داد. لابس بيجامة داد؟ انت ابنح يا علاء. انا اطلب لك البوليس عشان انت لابس بيجامة داد. بوليس مرة واحدة. طب كل بس خلص الجلاطة بتاعتك دي الأول. الجلاطة؟ خلص الجلاطة، اسمها جلاطة دي. يود خلص. معلش يا محفوظ مش عارفك. أول مرة أقابلك. سلم على عمك يا. This is your uncle, my brother. هاي. هاي يا حبيبي ورحمة الله وبركاته. هدومك جاهزة فوق، اطلع خد لك دش وتعال. في ضيف مستنيك بره. ضيف؟ أنا آسف يا محفوظ إن أنا جيت لك في وقت غير مناسب وفي مكان غير مناسب، بس أنت اللي جبت سيرة القنبلة. قنبلة؟ قنبلة إيه يا باشا؟ قنبلة اللي اتكلمت عنها في التلفزيون امبارح يا محفوظ، معقول لحقت تنسى؟ لا ما نسيتش، بس تبعدها يا سودة بقى لو كنت ساعتك فاكر إنها كانت يعني المعنى قنبلة بحق وحقيقي يعني. احتياط واجب يا أستاذ زلطة، ولو كان في دليل واحد يؤكد الشك ده ما كنتش جيت لك بنفسي. كوسيادتك هتشرف عندنا زي كل مره. لا ولا ايه؟ طيب احسن. بس انا بقول لسعادتك بجد يعني فيش لا قنبله ولا اي حاجه. تشبيه يعني بمعنى يعني ان البلد لازم تنضف بقى من البلاوي اللي فيها، ونبتدي بقى نأسس جيل جديد واعي فاهم ياخد بإيد البلد دي للمستقبل. واضح كده إن سعادتك مش مقتنع بالكلام. ماشي، حط نفسك مطرحة يا محفوظ، وسيبك بقى من القنابل اللي انفجرت وانت موجود أو بسببك. لو الكلام ده صح فعلا، ليه ما قلتش كده على طول؟ تشبيه، استعارة مكنية، بلاغة، محسنات بديعية. سعادتك من زمان يعني من قبل أنا مسافر كانت الناس تقعد على القهاوي تتكلم في نفس الموضوع ده. البلد لازم تنضب بقى يا جماعة. ناس تقول لك احنا نولع في ام البلد دي بقى، نولع في ام البلد دي، نار طاهره بتكوي وطهر. صح. ناس تانيه تقول لك لازم بقى البلد دي نهدها ونبنيها من اول وجديد بقى. ناس تالته تقول لك يا رب بقى قنبله نوويه تنزل على ام البلد دي تجيب عليها وطيها. اشمعنى انا بقى لما قلت كده؟ كخه جت عليا انا؟ بقيت ارهابي؟ ماشي يا محفوظ، مضطر اصدقك، بس دي مش اخر مره هنشوف بعض فيها. عاشق يا باشا. طبعا انت دلوقتي بقيت نجم واكيد هتطلب كتير قوي في الاعلام، فعايزين بقى نتقابل كده من وقت للتاني عشان ننسق مع بعض الكلام اللي يتقال. مش عايزين تجاوزات زي كل مره وزي امبارح. ها، ولا دي حاجه تضايقك؟ مش بالظبط قوي، مش هتضايقني قوي يعني. انما هو مش كان شاكر باشا مثلا؟ انا اللي بقيت مسؤول عن ملفك، وانا وبس. شاكر ملوش دعوه بيك بعد العمليه الاخرانيه دي. تالت مره تسالي عليه من امبارح يا انتصار. اسفه يا ست فوزيه، بس انا كنت عايزاه يعني في كلمتين. ومالك يا اختي، مالك كده دبلانه وعينيكي متنفخه
وتحتها سواد. في ايه مالك؟ قولي لي يا اختي. اصلي يا ست فوزيه، من ساعه ما اتفرجت عليه في التلفزيون ليله امبارح وانا ما جاليش نوم. اه يا حبيبتي، تاثرتي بكلامه انت كمان. يعني تاثرت لما اتكلم على الغلابه اللي زينا والناس اللي بتبيع نفسها. حسيت كده ان قلبي اتفطر نصين. يا اختي، امال انت كنت عايزاه في ايه؟ اصل بنت غلبانه كده صاحبتي يعني كانت عايزه تحكي له موضوعها، يعني يمكن يساعدها او يفهمها. مش ناوي تغير رايك وتقعد تتغدى معانا برضه يا محفوظ؟ الف شكر، الف الف شكر. وكانه عامر يا مدام سلطه. مدام ايه؟ مدام سلطه. اسم العيلة برضه سلطة يحيى. أيوة محفوظ. هو هو كده. ما هو يعني عادة المفروض يعني إن الست بعد ما بتتجوز اسمها بيبقى تبع جوزها، يعني سلطة. مش كل الستات ولا كل العائلات. أيوة صح. في عائلات طبعا هاي كلاس، في عائلات يعني معفرة ومطربة ما يبانش عليها النظافة ولا النعمة. بس انا بقى لعلم حضرتك انا ما انكرتش اصلي، وعشان كده انا يعني برد دعوتك الكريمه للمره الثانيه، لان انا راجل يعني ماليش غير فلا في لحمه الراس، شويه فول كده بالسمنه البلدي، شويه حرفيش كده تقعد تاكل كده وتمصمص، تهبر حته لحمه، ها تحلي شويه برغيت ست بتاع. انما موضوع بقى معلش يعني سوري يا يحيى، يعني سوري يا يحيى، يعني موضوع اكل زبادي بقى وسترونج تشي وجلطه مستورده وبتاع ملناش فيه ده. يعني مش عيب ولا غلط ابدا ان الواحد ينضف ويطور نفسه للاحسن. ينضف ويطور نفسه للاحسن طبعا. وانت ولا على بالك. المهم الاحسن دايما ده بيبقى ايه وبالدفع قصاده ايه. انا عن نفسي انا راجل سافرت وتغربت واكتسبت مهارات كتيره، يعني بقيت اشوف كويس قوي وحاسه السمع عني تطورت بشكل غريب جدا يا يحيى، يعني بقيت ممكن اسمع دبة النملة من على بعد اي مسافة. تخيلي يا محفوظ، احنا امبارح ولا يهمك يا ابويا ولا يهمك يا اخويا. يلا يلا عشان نلحق العيلة باب الخل. مش حضرتك هتشرفي معانا مدام؟ استنوني. استناكي في العربية. وصدقته يا كريم؟ ما كانش قدامي حل تاني يا فندم. اولا كلامه مقنع، ثانيا مفيش وجود للقنبله، ثالثا عينينا هتفضل عليه واي حركه مريبه هنتحرك فورا. ماشي ماشي. لما قلت له ان ظهوره الاعلامي هيبقى باوامر غير مباشره مننا، كان رد فعله ايه؟ في الحقيقه يا فندم هو ما قالش وما قالش لا. انت كمان هيركبك مراجيح. تقصد سعادتك انه لعب بيا؟ انا بعدت شاكر عنه لانه خلاص ما بقاش عارف ياخد منه حق ولا باطل. ما تخلينيش اشك في قدراتك انت كمان لو سمحت. انا هحاول اللي اقدر عليه، وانا اساسا ما بحبش المراجيح. ما حدش فينا بيحب ركوب المراجيح يا سي كريم. تاخدك لفوق وتنزلك لسابع ارض على الدور رقبتك، لكن من باب الاحتياط لازم نتدرب شويه على ركوب المراجيح، لاننا معرضين ان احنا نركبها. يعني في الحقيقة أنا مش عارف أشكركم إزاي. لا بتقول إيه يا محفوظ؟ لا شكر على واجب يا أخي. طول عمرك أخلاق وبتفهم في الأصول يا أخويا، طول عمرك. ما تتفضل معانا أنت والمدام. لا معلش ميرسي، خليها فرصة تانية إن شاء الله. ليه بس فرصة تانية إيه؟ هيفرحوا بيكي قوي. اقنعها بقى يا يحيى، خليها تيجي. اقنعها يا عم. الدولة رجع من نوفا، قاعدة التلفزيون لحالة نوفا. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك. عايش معانا وحاسب بمشاكلنا. النهارده اسعد يوم في حياتي يا دولي. صوره بقى للذكرى الخالده. صوره تونس اللي اتصورت معاك بالطاقم ده قبل كده. طب اغير وجهي بسرعه. طب اطلع انا بقى وتعالى لي فوق. تطلع فوق فين ده؟ انت لازم تطلع فوق بزفه. زفه مين يا هلا؟ بسم الله عليه، بسم الله عليه محمود. بسم الله عليه، بسم الله عليه، بسم الله عليه، بسم الله عليه، بسم الله عليه. يفرحوا قوي. يا
اخوات يا شروت. اخوك رمزي اللي كل ما يشوفك يشحت منك فلوس، ولا اختك فوزيه اللي كل ما تشوفك تديك كلمتين في جنابك، ولا حامد بتاع الزاويه، ولا اولادهم؟ طبعا لازم يفرحوا بيك لما تجيلهم، بس ابقى اعمل مشوار ده لوحدك، بالنسبه لي انا اناف قوي كده. انا هطلع له هاجي على طول. اتفضل يا بيه. تسلم ايدك يا حاج علي. السلام عليكم. ربنا يخليك يا حاج علي. نطلبك في الافراح. الله الله متشكرين. ناويين الصباطه دي تحيا لي. مش هعمل روح ايه؟ سلام يا ابو نزل. يا سلام. والله بعقد الله انت كنت منور التلفزيون كانك خلقت لكي تظهر على الشاشه الفضيه. زيدي زيدي بعت ذمتك بصباطه موز ها؟ وانت اللي كنت خايف من نزول الجامع يا ابو نزل.